أيها الأخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا مع انطلاقة الشوط الأول المفتوح للقعدان، وانطلاقة ممتازة للغاية. ومقدمة الشوط شاهين علي بن محمد بن فطيس المري، يحتل شاهين مقدمة الشوط ويتربع تربع ممتاز على الصدارة، النقلة والدور دور المركز الثاني وحيشال المبارك بن هادي العامري، ويليه في المركز الثالث نقلة إلى ثالث المراكز ودخول ثالث المراكز ملفت وقوي شاهين سعود بن طرجم السهلي، والنقلة والدور دور المركز الرابع هنا الأسد لمحمد الحسن السوداني، وخامس المراكز من يصل في خامس المراكز هنا اللي غير مدون في كشف التعليق والإذاعة المجهول في خامس المراكز، والعودة إلى مقدمة الشوط معك يا علي بن محمد بن فطيس. علي بن محمد بن فطيس في مقدمة الشوط وبقيادة حكيمة بن محمد بن علي بن مذيب، مركز بن مذيب في هذا الانطلاق الممتازة الكيلو متر الأخير، وما زال شاهين في مقدمة الشوط يتربع على صدارة الشوط وانطلاقته ممتازة للغاية. يا سلام، إذن هذه الأشواط وكل مضمر وكل مطية ستسجل لها اسم ونقطة، سيكون لها رصيد في المستقبل، وسيكون لها سجل وسيفي في الأيام القادمة وفي الأعوام وفي السنوات القادمة. لذلك النقطة في مثل هذه الأشواط مهمة للغاية لكل المضمرين. عودة أيها الأخوة الكرام إلى شاهين لعلي بن محمد بن فطيس مع 600 متر الأخيرة يقترب من خط النهاية وبدون منافس على الإطلاق. يا سلام يا بن فطيس، يا سلام على هذه الانطلاقة الممتازة للغاية مع 500 متر الأخيرة، ومشكور يا أبو علي، مشكور على هذا المساير وعلى هذا الأوامر وعلى إعطائه الأوامر وإرشاده إلى بر الأمان وإلى ناموس الشوط. إذن بقيادة حكيمة وبشعار علي بن محمد بن فطيس تتضافر جهود في لشاهين ليصل بهذا المستوى الممتاز وهذا الأداء الممتاز وهذا العرض الممتاز. تهانينا تهانينا لعلي بن محمد بن فطيس على الفوز بالشوط المفتوح القعدان، شوط القعدان الأول المفتوح في هذا اليوم ينتزع هذا الشوط شاهين. إذن تهانينا والناموس على الفوز بالشوط الأول الرئيسي المفتوح الخاص بفئة القعدان لحظات الوصول. تهانينا والناموس المركز الثاني، ننتظر لحظات وصول المركز الثاني إلى خط النهاية. خمسة المركز الثاني الفيصل محمد بن قريع المري، المركز الثالث الأسد أو شاهين القاسم يوسف، المركز الرابع واحد بعد ندبل الرقم، المركز الرابع أيضا مكرر رقمه ربما للقاسم يوسف، المركز الخامس سبعة خامس المراكز وحيشة